السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التاريخي الأسبوعي أبعاد تاريخية. في بداية هذه الحلقة سادتي الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج الدام جناب الشيخ عقيل الحمدان الباحث بالتاريخ الإسلامي، حياكم الله جناب الشيخ. حياكم الله أستاذ نزار وحيا الله جميع المشاهدين الكرام. نسأل الله بحرمة إمامنا الحسين الذي نحن بجواره أن يوفقنا وإياكم للانتصار لمظلوميته عليه السلام. حياكم الله. جناب الشيخ، يعني بود اليوم أن نعود بالتاريخ إلى الوراء، ونحن دائما ما نتفحص ونبحر في التاريخ، لكن تحديدا بودي أن نعود إلى سنة 60 للهجرة، ومكانيا إلى مكة. لو عدنا إلى هذا التاريخ وهذا المكان لوجدنا سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه الآن في مكة، انتقل من المدينة يحضر أن يتوجه إلى كربلاء. أتمنى أن نكون وإياك والسادة المشاهدين الكرام في رحاب هذه الأحداث. إذا ما أردنا نتحدث ونحن في حلقات سابقة أجملنا جميع هذه الأيام بأيام النهضة الحسينية، الخروج من المدينة وصولا إلى كربلاء وواقعة الطف. إذا أردنا أن نستقطع أيام مكة ونعدها من أيام النهضة الحسينية، فما هو عدد هذه الأيام؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا الهادي الأمين محمد وآله الطاهرين، لا سيما الإمام الحجة عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. الأيام المكية من عمر النهضة الحسينية عنوان هام من عناوين نهضة إمامنا سلام الله عليه سنة 60-61 للهجرة. لكن من المؤسف وأقولها بألم أنها لم تعطى حقها من الدراسة ومن تسليط الضوء التاريخي، وحتى إحنا على مستوى خطاباتنا المنبرية أيام عاشوراء أصلا لا نمر بالأيام المكية أبدا، سوى أن نمر فقط بأنه هؤلاء ضغطوا على الحسين عليه السلام وترك البيت الحرام وخرج الإمام سلام الله عليه، بينما الإمام الحسين عزيزي بقى 125 يوم وأكثر في مكة المكرمة، لأنه خرج يوم 28 رجب من المدينة، وصل يوم 3 شعبان سنة 60 إلى مكة المكرمة، وبقى من 3 شعبان إلى 8 ذي الحجة، يعني قرابة الأربعة أشهر. نعم، والأيام المكية من عمر النهضة الحسينية تشكل ما يقرب من 60% وأكثر من عمر أيام نهضة الإمام الحسين، يعني كما قلت 5 أيام في الطريق إلى مكة، 125 يوم في مكة المكرمة، 24 يوم قضاها في الطريق من مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة، وقضى في كربلاء المقدسة 8 أيام، واستشهد في اليوم العاشر من محرم. ف 125 يوم هي عمر الأيام المكية التي قضاها الإمام الحسين في هذا المكان المقدس. وطبعا إن شاء الله سيأتينا أثناء البحث، الإمام الحسين مو فقط أتى لكي يقيم يومية يؤدي عمره ويتعبد عند البيت، لا، طبعا الرجل ثائر وإلى آليات للثورة وأهدافه واستراتيجيات بعيدة المستوى وتخطيط عالي ومعصوم، وهو قائد عسكري. الحسين فضلا على أنه إمام معصوم سلام الله عليه، لكنه قائد عسكر ولديه ثورة عسكرية، لابد أن يفكر بالخطط العسكرية التي تضمن تحقيق أكبر عدد من النجاحات العسكرية على مستوى المادة وعلى مستوى المعنى، من أجل أنه على الأقل يقوم بتكليفه أمام الله كقائد عسكري كبير من قيادات أهل البيت عليهم السلام. يعني إذا ما أردنا نتحدث عن هذه الأيام، أكيد أيام غنية بالأحداث، وذكرتم أن سيد الشهداء الإمام الحسين لم يقضيها هذه الأيام فقط بالجانب العبادي، إنما هنالك أمور أخرى. يعني إن شاء الله سأبحث مع حضرتك بهذه الأيام، بهذه الأيام وما حصل فيها. لكن قبل أن نغوص بهذه الأيام، أهل مكة كيف استقبلوا الإمام الحسين عليه السلام؟ أحسنتم. طبعا النصوص الواردة في هذا الباب، لما قلنا هنالك تعتيم إعلامي، كان هنالك استقبال كبير لأهل مكة للإمام الحسين سلام الله عليه. وهي المشكلة وين الطامة؟ مرات إحنا عندما ترد الروايات الضعيفة في مقابل عدد من الروايات الصحيحة، أو لا على أقل تقدير المتواترة، أو لا على أقل تقدير التي تؤدي معنى مغايرا، البعض يتمسك بالرواية الضعيفة ويبني عليها أحكاما. ولذلك هو هنالك نص ينقل عن الإمام زين العابدين إنه يقول: ما بمكة والمدينة 20 رجل يحبون أهل البيت عليهم السلام.
هذا طبعا فضلا عن ضعف سند هذا الحديث. نعم. أولا. ثانيا لعله الإمام قاله في موضع معين، لعل الأمر للتقية من أراد من أجل أن يبعد عيون السلطة عن شيعة أهل البيت الموجودين في المدينة المنورة وهم مكون الأنصار. لعله قال تحت ضغط من حاكم زمانه ولم يقدر أن يصرح بأسرار عسكرية بإمكان أن تؤذي القواعد الشعبية. فعلى العموم أنا أقف مع النصوص، أو النص الأول في البداية والنهاية لابن كثير جزء الثامن صفحة 153 قال: وعكف الناس بمكة يفدون إليه، أي الحسين عليه السلام، ويجلسون حواليه ويستمعون كلامه وينتفعون بما يسمعون منه ويضبطون ما يروون عنه. هذا النص بثلاث أمور أساسية. أولا الشعبية، الإمام الحسين عليه السلام من يقول وعكف الناس بمكة يفدون إليه ما قال الشيعة. إذن هذه وهذا إقبال شعبي كبير للناس باتجاه الإمام الحسين، فكانوا يأتونه أفواجا خلال 125 يوم التي قضاها في مكة المكرمة. الأمر الثاني ويجلسون حواليه. تعلم أنت الوضع الأمني في مكة يومها مضطرب بوجود قنبلة موقوتة اسمها عبد الله بن الزبير، وأيضا بوجود والي مكة المكرمة التابع لآل أمية. بالتالي وفود الناس إلى الإمام الحسين عليه السلام حتما ستلقي القضايا الأمنية بظلالها على الوافدين. فحتما سيستخدمون أساليب للوفود، كأن يأتي سائل، كأن يأتي بهيئة تاجر، لأن تعلم الواقع الأمني والوضع الأمني كان يلقي بظلاله، بالأخص كلما اقتربت أيام الحج. عندنا رواية تقول إنهم دسوا من ضمن حجيج بيت الله الحرام 30 مسلحا لكي يقتل الحسين عليه السلام وهو متعلق بأستار الكعبة. إذن الوضع الأمني مريب، وضع الأمني خطر. فطبعا وحتما الذين يفدون إلى الإمام، مثل البعض ماذا قال؟ البعض قال والناس تقبل رسول الله وتحب تسلم عليه، القضية مو قضية السلام، لأنهم يفدون إليه ويجلسون حواليه ويستمعون كلامه، مو فقط يستمعون، وينتفعون بما يسمعون منه ويضبطون ما يرون عنه. يعني هذا إشارة ثالثة وهي العلمية، إن جزء من لقاءات الإمام الحسين عليه السلام اليومية مخصصة لنقل المعارف الإلهية لمدرسة أهل البيت، لأن هؤلاء مو فقط جزء من عدهم يأتون يستمعون، لا، يضبطون ما يرون عنه. يعني أنا في زمان الحسين مثلا أروي عن الإمام بواسطة، أأتي أدقق الرواية مع الإمام الحسين عليه السلام. لما قلت لك إن هذه الأيام مظلومة، هم يصورون الإمام حاس جاته ويصلي ببيت الله، لا، الإمام أمام مشروع معرفي كبير، أمام نقل معارف أهل البيت في القرآن، في العقيدة، في الفقه، في التربية، في الأخلاق، في الآداب العامة، في السياسات، نقلها إلى الناس سواء المتخصصين أو الذين يفدون إليه. ولذلك قالت الرواية وينتفعون بما يسمعون منه. رواية أخرى الشيخ المفيد في الإرشاد يقول: فأقبل أهلها، الضمير يعود إلى مكة، يختلفون إليه ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق، مو فقط أهل مكة الوفات إلى الحسين الأيام مكية، من كان يعتمر بمكة أيضا، أحسن، وأهل الآفاق يعني أهل الأقاليم والمدن التي يأتون إلى بيت الله الحرام. ولذلك إحنا سيأتينا أثناء البحث الإمام استثمر هذا الظرف بالوافدين إليه، وبدأ يفعل حركة الرسائل البريدية إلى الأقاليم من أجل دعوتهم إلى الثورة معه والانتصار لمشروعه الإلهي. لاحظ نص الفتوح لابن يعثم جزء 5 صفحة 26، نص عجيب يقول: إن أهل مكة فرحوا به عليه السلام فرحا شديدا وجعلوا يختلفون إليه بكرة وعشية. إذن أين حديث ماكو 20 واحد يحبون أهل البيت؟ لا. اليوم يدرون هذا معارض للسلطة وقال مثلي لا يبايع مثله، وأعلن الثورة على يزيد وخرج، والناس تغامر بأنفسها وتخترق الحواجز الأمنية اللي موجودة، ويأتون إلى الحسين يفرحون به فرحا شديدا بعد، ويأتون إليه بكرة وعشية. يعني المجالس العلمية للإمام الحسين مو مجالس تصور الإمام الحسين شيخ قبيلة والناس تفد إلى مضيفة، لا، هي مجالس علم.
يفدون إليه صباحا ومساء يأخذون من علومي. لاحظ النص الأخير لابن صباغ يقول: فأقبل الحسين حتى دخل مكة المشرفة ونزل بها، وأهلها يختلفون إليه ويأتونه، وكذلك من بها من المجاورين، يعني مجاوري مكة المكرمة، والحجاج والمعتمرين من سائر الآفاق. إذن اليوم أنا مو فقط أمام جنبة عبادية، أمام جنبة علمية معرفية، ثورة معلوماتية أطلقها الإمام الحسين أيام بقائه خلال 125 يوم في مكة المكرمة. جيد جناب الشيخ، إذن قبل أن نتحدث عن ما هي الأمور التي ربما استثمرها الإمام الحسين، بودي أن أقف على جزئية مهمة، ألا وهي أين نزل الإمام الحسين عليه السلام عندما دخل إلى مكة، عطفا على أنه يعني هذا العدد الكبير الذي كان يفد إليه، أنه اخترقوا الحواجز الأمنية. إذن ربما منزله كان يعني منزل خاص، أو البيئة كانت بيئة خاصة. أحسنتم. طبعا الإمام الحسين عليه السلام كما قال صاحب الأخبار الطوال الدنيوري صفحة 299، نزل بمكة في شعب آل أبي طالب، في شعب أبي طالب أو في شعب علي، هذا المكان الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وآله لثلاث سنين. وإحنا قلنا ذات مرة في هذا البرنامج، إحنا قربنا فكرة إن شعب آل أبي طالب طبعا هو من ممتلكاتهم الخاصة، وقريب على مكة المكرمة من 7 إلى 15 كيلومتر. البعض قال لا، يعني ما يبعد هالبعد، إنه قريب جدا على البيت الحرام، بس أنا من قلت إنه يصل إلى 15 كيلومتر مو بدايته، هو قريب على مكة، قريب على الكعبة المشرفة، لكن امتداده في العمق قد يصل إلى 15 كيلومتر، يعني مساحته كلش عالية وكبيرة. نعم، يعني هذا هو ملك لعبد المطلب ولأبي طالب، وفيما وهذا يعني كما تعلم فيه منزل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفيما بعد العباس بن عبد المطلب هم عنده منزل هناك. هم رادوا يعني الذهب يقول هو نزل بمكة بدار العباس بن عبد المطلب، يردون يضيفون فضيلة العباسيين في نزول الحسين عندهم. لا لا، هي أملاكهم عزيزي، هو نزل في داري وفي شعب أمير المؤمنين سلام الله عليه. كما تعلم كل الناس يصورون الحسين من نزل بمكة نصب له خيمة من الكعبة، وهذا طبعا خطأ استراتيجي أمني المن للناقل، مو للحسين، الحسين معصوم عندنا لا يخطأ. هذا خطأ للناقل، لأن تعلم أنت لحظتها الكعبة المشرفة فيها مئات العيون لآل أمية ويستهدف. انتقالة الحسين ذكية، أنا من أقول ذكية أنا أقصد كلامي، لأن البعض حتى على مرات على بالمنبر يروجون الفكرة أنه الحسين هكذا هو بعد مسير إلى كربلاء لابد أن يستشهد. نعم ما عندي مشكلة، لكن أن تستشهد وتستشهد وتوقع بالعدو أكبر الخسائر، أفضل من أن تستشهد ولا تقتل أحدا وتتخذ التدابير. أحسنت، التدابير الوقائية، حفظ القواعد الشعب وهكذا. فالحسين من ذهب إلى شعب آل أبي طالب دار علي عليه السلام، أولا مكان متسع، زين أملاكهم آل عبد المطلب، أضف إلى ذلك فسحة الناس يفدون إليهم، بعد يستطيعون أن يحترزوا عن العيون أو قل عن التسليط الأمني الشديد. أسخو أكو عيون للسلطة لكي تعرف ماذا يصنع الحسين عليه السلام، ماذا يفكر، ماذا يخطط، من يرد عليه، مقدار القوة العسكرية عند الإمام، مقدار القوة البشرية، قوة الموارد البشرية عند الإمام الحسين. ولو إحنا من نتكلم عن قوة الموارد البشرية قال لك شيخنا رجاء اسكت، هم 70 وانتهت المسألة، أنا ما عندي مشكلة، 70 دولة موضع الشرف، قياداته القيادات مع أبي عبد الله سلام الله عليه، أما العدد فكبير كانوا مع الإمام سلام الله عليه. هاي إذا أردنا نسلم، عفوا جناب الشيخ للمقاطعة، إذا أردنا نسلم لرواية أنه فقط 70، فهم نفس أنفسهم يقولون بأنه قبل الكربلاء كان العدد أكبر. نعم، فبالتالي يحتاج إلى مساحة أكبر. أحسنت، فتحتاج في مكة يعني. بلي، فلربما شعب يعني على المطالب لربما هو المساحة المؤهلة لاحتوائهم. يقولوا أهلها يختلفون إليه والمجاورين ومن بها من الحجاج والمعتمرين وأهل الآفاق. هذا يعني مو 50 و10 و20، لا لا، هذا عدد يتكلم، وبعد يفدون إليه بكرة وعشية، يعني الوفود داخل وخارج من بيت الإمام سلام الله عليه. وهذا طبعا مو فقط للسلام، لأن الإمام ترى مو بعيد، إمام هو مسافة 5 أيام عن مكة، بإمكان يرحل إلى المدينة، والإمام دائما هو يأتي إلى مكة المكرمة، لكن هذا جزء كبير من الوفود هم يعدون للمرحلة المقبلة ولمعركة كربلاء الدموية. لابد أن يعد الإمام الحسين
ترسانته العسكرية، من الموارد البشرية، من الإعداد العسكري، من أجل المواجهة المرتقبة. جيد. لأكثر من مرة جناب الشيخ ذكرتم أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم يكن في مكة فقط للأغراض العبادية أو حتى في التواصل مع مريديه، مع محبيه، لأغراض تتعلق بالأمور الشرعية أو الفقهية أو العقائدية أو ما شاكل. بالتالي ممكن السؤال الذي يبرز الآن، إذن كيف كان يقضي الإمام الحسين سلام الله عليه تلك الأيام، وما هي الحركات أو ما هي الأمور التي عملها قبل أن يخرج من مكة ويتوجه إلى كربلاء؟ أستاذ نزار، احنا قلنا لماذا ندقق في تفاصيل هذه الأيام المكية؟ نجي. لأن جنابك عندما تأتي لبعض الروايات أو تأتي لبعض الانطباعات المأخوذة عن بعض الروايات، هم يتصورون الإمام الحسين عليه السلام، حتى لما نفتح ملف حركة الرسائل والوفود، يعني فقط هو تجي مثلا 18 ألف رسالة كما ينقل كتاب التاريخ، ولا شغل عند الحسين سوى أن يفك الرسائل ويقرأ. وطبعا للعلم الرسائل كلها مؤداها واحد، ليس علينا إمام، أقدم إلينا مباركا ونحن ننصرك، هاي ثلاث مفردات تتكرر بكل الرسائل. لكن الإمام الحسين أمام مشروع، هسه مشروع شهادة تكلفة، مشروع تغيير عسكري تكلفة، مشروع إقامة نظام عادل، لأن الآن بعض كتاب ومحققي النهضة الحسينية يميلون إلى مسألة أن الحسين أراد أن يقيم حكما عادلا، هو يستهدف إقامة دولة، لأنه كما تعلم هو خليفة لو مو خليفة، حتما مو وصي، ولي عهد هو حسب الهدنة العسكرية بين الإمام الحسن السبط الأكبر عليه السلام ومعاوية، أنه قال له إن ميت فمن بعدي؟ الإمام الحسين. إذن هو ولي عهد، بالتالي ليس من المعيب من الإمام الحسين يطرح مشروع السياسي. بعض الناس بالمجالس لما نطرح الفكرة السياسية الإمام الحسين، فكرة السياسي والنظام السياسي، نقول رجاء شيخنا لا تدخلونا في مسائل الحسين ما يتبناها. ليش عزيزي ما يتبناها؟ يعني تتصور حركة الحسين عسكرية بدون التفات للجانب السياسي؟ أصلا هي السياسة والعسكرة متقاربان جدا، متداخلات. أضف إلى ذلك الحسين أفرض ما عنده مبرر للخروج كما زعم البعض يقول ما عنده مبرر، لو لم يكن إلا المطالبة بحقه في ولاية العهد، هذا مبرر، مبرر شرعي، لأنه علي إجماع الأمة أن الحسين عليه السلام أجمعت الأمة أنه ولي العهد من بعد الإمام الحسن، بالتالي عندما يخرج يطالب بأن آل أمية انتزوا انقلبوا عسكريا على أمر الحسين عليه السلام، فهذا مبرر للخروج. فإذا واحدة من أعمال الإمام الحسين عليه السلام هي الإعداد للموقعة الكبرى، أنا جدا أميل إلى هذه المسألة. بعد ونظام الوفود وحركة الرسائل البريدية، وإن شاء الله نفصل بها. لأكثر من مرة ذكرتم موضوعة الرسائل وبما يتعلق بأقاليم متعددة وأمصار متعددة، لكن أنا بودي أن نذهب إلى البصرة لأنها كانت تشكل يعني محطة مهمة أو تشكل حاضنة مهمة لعدد كبير من مريدي سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. فبالتالي إذا ما أردنا أن نتحدث عن البصرة والرسائل إلى البصرة، ما هي تفاصيل هذه الرسائل؟ أحسنتم أستاذ نزار. ملف البصرة للأسف ملف أيضا مغيب، مغيب تماما كما هي الملفات. نعم، لأن تركيز آل العباس، نعم، تدري التاريخ انكتب بزمن آل العباس، وهم سمحوا للنصوص أن تخرج، بالتالي كان تركيز على حاضرة الكوفة، لأن حاضرة الكوفة أدبت خلفاء بني العباس، شيعة الكوفة والعلويين بالكوفة ما جعلوا لآل العباس أن يهنأوا برغد العيش أبدا، عندما كانوا بالحيرة أو بالأنبار أو بالكوفة أو بالهاشمية بدت الثورات الشيعية تتوالى من أولاد الإمام الحسن عليه، بالتالي صارت عندهم عقدة من الكوفة، مثل ما اليوم من عقد، يعني يصعد مع احترام الخطيب والرادود على منبر الكوفة يقول أهل الكوفة خونة وخذلة، خذلوا مسلما وخانوا، احنا وقفنا عند هذا المفصل كثيرا، نعم زين، بس انت قلت حدد لي من اي مكون خذل مسلما؟ نجي ايه انت لو ان الشيعة خذلوا مسلم ابن عقيل سلام الله عليه واتوا والتحقوا بالحسين قياداتهم، شان الامام الحسين لما سكت عن ظلامة ابن عمه على اقل تقدير؟
قلنا لو فكر الحسين بنفس عشائري على الأقل يطالبهم بدم ابن عمه مسلم. يا حبيبنا مظاهر، يا مسلم من عوسجة، أنتوا تعالوا قيادات عسكرية، وأنا سلمتكم مسلم ابن عقيل، وأوصاه الحسين انزل عند أوثق أهلها. يعني حتى نزولك عند إنسان ثقة زين، أنتوا سلمتوا مسلم ابن عقيل عليها على كل. فالكوفة صار عليها التركيز، شلون الآن الله يحفظهم مصورين ركزون على جانب معين. ملف البصرة أقدم، لأن رسائل الإمام الحسين المتبادلة بينه وبين البصريين الشيعة أقدم من ملف الكوفة. جيد. ولهذا إمامنا الحسين عليه السلام أول ما بادر بإرسال الرسائل ذهب مباشرة إلى أقليم البصرة، لأن أقليم البصرة فيه ثقل كبير لآل عبد القيس، هاي القبيلة الشيعية الموالية التي تتبع إلى ربيعة، هم من ربيعة. نعم. والإمام علي عليه السلام يقول يا لهف نفسي لربيعة سامعة خاشعة مطيعة. فهؤلاء ثقل أمير المؤمنين، وبالتالي أرسل إليهم. اللي سواه الإمام الحسين في رسالته لأهل البصرة استخدم نوعين من الرسائل، ولذلك أنا أميل إلى رأي أن الحسين عند أكثر من سفير بالبصرة، مو فقط سليمان بن رزين اللي قتل. نعم. مو فقط هذا، لا جيد. أكو أكثر من سفير، بالتالي أهل البصرة يعقدون مؤتمرا ضخما في دار مارية ابن منقذ العبدي. بعض الكتاب أنا قرأت لهم يقول لك لا مو هم الشيعة خافون، فلجوا إلى المرأة، المرأة أخذت لهم مؤتمر للنصرة الأمة، وما الضير في ذلك، بس مسألة يخافون؟ لا، الشيعة عبر التاريخ، وهذا أبسط شيء في عصرنا الحشد الشعب المقدس، يعني لا تتصور أبدا ما عندهم في قاموس حياتهم شيء اسمه خوف. فالشيعة ما عرفوا بالخوف ولا الجبن ولا التخاذل. نعم بعض الناس مدعي التشيع ما يهمني أنا، هذا المدعي التشيع لا يمت إلى الشيعة بصلة. أي فأرسل الإمام الحسين عليه السلام رسالة، يقول الطبري كتب الحسين مع مولى لهم يقال له سليمان بنسخة واحدة إلى رؤساء الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف خمسة: مالك البكري، الأحنف بن قيس، المنذر بن الجارود، مسعود بن عامر، قيس بن الهيثم، في نسخة واحدة منها قال: إن الله اصطفى محمدا على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك. جي. يعني انقلاب عسكري، فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم إن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولى، إلى أن يقول: وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت وأن البدعة قد أحيت، وأن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. هذا ملخص ما أرسله إلى خمسة من وجهاء البصرة، وهم يسموهم رؤساء الأخماس. الأخماس شلون نظام إداري؟ جي. يعني فلنقل حي مقسم البصرة، أي شلون الكوفة سبعة أسباع، هاي خمسة أخماس، يعني خمس مناطق حيوية مهمة في البصرة. الحسين ذول مرتبطين، لأن نظام الأخماس نظام إداري سياسي. لاحظ شلون نظام المحافظين الآن. جيد. فالحسين ما أرسل رسالة إلى الشيعة علني، العلنية لمن صارت؟ للقادة. لأحسنتم، للقادة العسكريين الموجودين في الحكومة. جيد. جناب الشيخ، أكيد للرسائل أهمية كبيرة وخاصة رسائل البصرة، لكن إذا سمحتم لنا نذهب لفاصل، بعد الفاصل نكمل حلقتنا لهذا اليوم. سادتي الكرام، نذهب لفاصل قصير، بعد الفاصل نكمل حلقتنا لهذا اليوم من أبعاد تاريخية، ما زلنا وإياكم وملف رحلة سيد الشهداء سلام الله عليه من المدينة إلى مكة وما حصل في مكة. بعد قليل نكمل هذه الحلقة، فابقوا معنا. لكل قصة صور متعددة، ولكل حادثة مؤيد ومعارض، وتبقى المصداقية في ذمة الراوي. أبعاد تاريخية يناقش أهم الأحداث التاريخية وتضارب الروايات حول تلك الأحداث. حياكم الله سادتي الكرام مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أبعاد تاريخية، ما زلنا وإياكم والحديث حول ظروف رحلة سيد الشهداء سلام الله عليه وما حصل في مكة قبل أن يتوجه إلى كربلاء المقدسة
فمرة أخرى أرحب بضيف البرنامج الدائم جناب الشيخ عقيل الحمداني الباحث في التاريخ الإسلامي. حياكم الله جناب الشيخ. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم جناب الشيخ. تحدثنا قبل قليل عن رسائل للبصرة أو رسالة لقادة البصرة. إذا ما ردنا نتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذي استهدفهم الإمام الحسين سلام الله عليه، هل هنالك ترجمة، هل هنالك معرفة عن أو تعريف عن هؤلاء الأشخاص، ما هي ميولاتهم، ما هي إلى أي طرف من تلك الأطراف في تلك الفترة ينتمون أو يعودون؟ أحسنتم. أنا سجلت بعض التراجم لهؤلاء، أقرأ بعض المعلومات عنهم لكي المشاهد يصير عنده يعني معرفة ولو بسيطة عن رؤساء الأخماس في البصرة الذين خاطبهم الإمام الحسين عليه السلام برسالة. أحسن. مالك بن مسمع ينقلون أهل التاريخ يقول كان رأيه مائلا إلى بني أمية، وكان مروان بن الحكم قد لجأ إليه يوم الجمل خائفا من سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكان مالك هذا يأمر الناس بتجديد البيعة ليزيد بعد مقتل الحسين. إذن هذا الرجل تماما موالي لآل أمية. سحنا ستأتينا لما الإمام الحسين استهدف هؤلاء. الثاني الأحنف بن قيس، هذا الأحنف ولد في زمن النبي صلى الله عليه وآله، مات سنة 67 للهجرة، أيضا كان من محبي أمير المؤمنين عليه السلام. الشيخ المفيد يقول في معركة الجمل الإمام علي عليه السلام أرسل إليه رسولا وقال له إنه تأتي لنصرتي، فقال يا علي إن شئت أتيتك في 200 فارس فكنت معك، ذول أقربائي، وإن شئت اعتزلت ببني سعد فكففت عنك 6000 سيف، ماذا تريد؟ يعني قال له أنا إذا أجيك أجيب لك 200 مقاتل، بس أنا إذا أعتزل القتال 6000 أدفعهم سيف أدفعهم عنك. قال لا أعتزل، فأذن له بالاعتزال. الثالث مسعود بن عمرو، وبقي على هذا موقفه. نعم، بقي على أمير المؤمنين. نعم نعم. مسعود بن عمرو الأزدي أحد قادة الأزد معركة الجمل في جيش عائشة وطلحة، يعني بعد وعنوانه واضح هذا أنه موالي لعائشة. قيس بن الهيثم السلمي يقول من أنصار عثمان، وكان يحرض الناس على نصرة عثمان، وكان واليا لعثمان بن عفان على خراسان، وقد ولي شرطة البصرة في عهد معاوية لعبد الله بن عمر إلى آخر قضاياه. المنذر بن الجارود الإمام علي ولاه بعض أعماله فيما بعد عزله لخيانة، لاحظ خانة صاحب الطبري في الجزء الخامس صفحة 210 يقول كان علي عليه السلام ولاه فارسا فاحتاز مالا من الخراج 400,000 درهم اختلسها فحبسه علي ابن أبي طالب. وهذا للأسف المنذر بن الجارود هو الذي وشى بسليمان ابن رزين سفير الإمام الحسين لعبيد الله بن زياد وقتله. يعني هاي يعني تقريبا ربما أطلالة سريعة وإلا التفاصيل أكثر أستاذ نزار. جيد، يعني من الخمسة ممكن أن نقول شخص فقط واحد فقط الأحنف ابن قيس وعليه كلام، بس أنا أميل إلى أن الأحنف ابن قيس لم يكن عثماني الهوى، كان من شيعة أمير المؤمنين لكن إلى ظرف الخاص لحظتها. إذن من أصل خمسة أربعة موالين لآل أمية ولعثمان بن عفان، وواحد كان من محبي علي بن أبي طالب عليه السلام. جيد، إذا مردنا نعود عن اتخاذ القرار في البصرة، هل القرار يتخذ بطريقة جماعية من هؤلاء الخمسة بالخروج بالاشتراك بالمعركة بالاعتزال، أم لكل منهم رأيه الخاص وكل منهم قرار الخاص؟ أستاذ نزار ربما فلنقل البصرة محكومة حكم عرفي عسكري. عبيد الله بن زياد كان يحكم البصرة بالأحكام العرفية، ولذلك كان يقتل الناس على الظن والتهمة. الحسين بخططه، ليش أقول دائما أنا أكد على مفردة الحسين المخطط. الإمام سوى عندما أرسل الرسائل لرؤساء الأخماس هؤلاء، أولا زعزع الثقة بينهم وبين الحكومة. جيد. شوف أبو عبد الله فداه روحي سيد الشهداء، عقلية هائلة. بالتالي ابن زياد حتى أرسل على المنذر بن الجارود وهو صهرة نسيبه لا يعلم من هو معه ومن عليه، أرسل على المنذر بن الجارود واتهمه بأنك متواطئ مع الحسين عليه السلام وأنت ضد الحكومة، وثارت الثائرة. وبعدين المنذر أتى بسليمان وسلمه وقتله. فأولا زعزع الثقة بينه وبين الحكومة، واحد. سوى الإمام سيد الشهداء ألقى الحج عليهم. والأمر الثالث هؤلاء متنفذون، تعرف من تجي رسالة اليوم إلى الأحنف بن قيس وهو زعيم تميم، حتما
هاي الرسالة سينقلها إلى أتباعه، وبالتالي القواعد الشعبية ستصل إليهم أصداء ثورة الحسين وتخطيطاته، مو عن طريق السفراء السريين الغير معروفين، عن طريق من؟ مصادر يعني هم يثقون بها ومعروفة وعلنية، عن طريق أحسنتم المصادر الحكومية، لأن دول كلهم بالحكومة، رؤساء أخماس، رؤساء وحدات إدارية. لاحظ تخطيط سيد الشهداء، يعني ليش دائما أقول يا أخي أنا أعتز بكربلاء، مو فقط بالدموع، وهو طبعا الدموع أنا قتيل العمرة ما عندي مشكلة، لكن أنا من أجل هذا الحسين عقلية جبارة هائلة. وبالتالي الإمام الحسين عليه السلام سبب لغط في البلاط يومها، مشاكل بيناتهم، أوصل رسالته إلى جميع الناس، وبالتالي استطاع أن يوجه ضربة القاسمة لابن زياد ولرؤساء الأخماس يومها. أكيد كان هنالك تبعات لهذه الرسائل في كربلاء أنا أتمنى أن نتحدث عنها، لكن بعد أن نذهب لجزئية مهمة أيضا، ألا وهي الرسائل، لكن هالمرة مو للبصرة، للرسائل المشهورة إنجاز التعبير، رسائل الكوفة. رسائل الكوفة يعني حديث كثير عنها، قبل أن نغوص بتفاصيلها ومن الذي أرسل ومن الذي استقبل وما هي المضامين، كم هو عدد الرسائل؟ لأن هنالك أعداد لربما مبالغ فيها. أحسنت، أنا مر على بعض الإحصائيات في هذا الباب. ابن عثم الكوفي في الفتوح الجزء الخامس يقول إن عددها 150 كتابا، وكل كتاب كتب من شخصين أو اثنين أو أربعة. 150. المؤرخ الطبري في تاريخ جزء أربعة قال إن عددها ما يقرب من 53 كتاب وصلت للإمام الحسين سلام الله عليه. البلاذري في أنساب الأشراف جزء ثلاثة يقول إنها 50 كتابا ورسالة. ابن سعد في الطبقات يقول 18,000. لاحظ كيف صعد، يعني صعدت النسبة من 50 53 150 إلى 18,000 أو 12,000 أو 40,000. صراحة أنا الذي أميل إليه أنه ما تتجاوز 50 كتاب ورسالة. لما سيدي؟ أولا أن كتاب الرسائل، أنت تدري القضية مو فوضى، إحنا عشنا، أنا دائما أضرب هذا المثال، عشنا زمن الطاغية، لأن تدري الناس من بدأت تكتب الحكومة الأموية ما منهارة بالكوف، سيطرة، وأكو حاكم مو ضعيف يتضعف، النعمان بن بشير، هذا يطلب العافية. شين يطلب العافية؟ يعني عنده يشتغل على الأمن والاستخبارات، ما يشتغل على إنزال الشرطة والجيش. هذا كل قوائم الشيعة، لأن أكو نظام بالكوفة مثل ما قلنا أخماس هنا أسباع، وأكو نظام اسمه نظام العرفاء، عرفاء يعني مختارية الحي. عن طريق العرفاء والمختارية جمع كل المعلومات عن الشيعة، بالتالي الوضع مضطرب. فمن الحسين يردون يكتبوا له، ما راح يكتب عامة الناس، مع احترامي. هذا الرجل الذي يعمل سائس خيل، هذا لا شأن له بالثورة. حتى عقبة بن سمعان كان مع سائس خيل الحسين، من لزمه بن زياد قال له أنا سائس خيل ما له دخل، عفا عنه، ما له شغل بالثورة. أنت من تقول لي كتبوا له 18,000 ورواية 40,000، يعني أنت حتى ذولا أصحاب الصناعات يكتبون، هذا مو شغلهم عزيزي. من جي شغل العسكر، هاي الرسائل وقيادات العسكر حتى. نعم نعم، يعني أنا أتحدث عن يعني العسكر الجندي يعني. أحسنت، هذا عزيزي، هذا شغل عسكر. هم يريد الحسين عليه السلام يومها ثائر قائد عسكري، فمع احترامي حتى الرسالة من تجي من مواطن عادي، مو أقول لك الحسين ما يعترف بها، لا، بس الحسين متهمة، لأن المفروض الذي ينفع الحسين في ثورته، الحسين ما ماخذ الجماعة سفرة سياحية، لاحظ، ولا يغيرون جو، هو ماخذهم القتل، ماخذهم إلى مذبحة في كربلاء. فشأن لذلك أنا أميل كل الرسائل ترى 50 و50 هم عدد كبير ترى، بس أقول يعني وصلت. بالتالي عزيزي لو مثل ما يدعون أقل شيء 12,000 رسالة، لو قسمناها مثلا 12,500 رسالة، 12,500 رسالة، قسمناها على 100 يوم بالأيام المكية، يعني الحسين قاعد كل يوم يقرأ له 125 رسالة، يعني كل وقته يقرأ رسالة، ترى كلها مضمونة واحد، جماعة ترى احنا مستعدين إذا شرفنا يا أبو عبد الله تعال. بس هم لماذا ركزوا على
رسائل الكوفيين من أجل إدانة أهل الكوفة الشيعة. جيد. هذه القضية وما بيها، وإلا إقليم اليمن دز رسائل، وإقليم البصرة قرينة عند رسائل، لاحظ، وخراسان دزوا رسائل، ونشام وصلت رسائل للحسين. لما التركيز على شيعة الكوفة من أجل أن يعتبروهم خذلة وخون؟ هذه القضية وما بيها. يعني هو هذا التركيز كما ذكرتم أكيد له أبعاد ويعني سياسات. لكن أنا بودي قبل أن يعني نتحدث عن مضمون لربما في بعض الرسائل، أنا بودي أن أقف على جزئية مهمة. بما أن نتحدث عن هذه الرسائل، نتحدث عن خروج سيد الشهداء، يقال فرض المحال ليس بمحال، وطرح الأسئلة من باب البحث العلمي جائزة. السؤال هنا، لو لم تكن هنالك رسائل من أهل الكوفة لسيد الشهداء سلام الله عليه، لبقي سيد الشهداء في مكة ولا يخرج إلى كربلاء؟ طبعا هذا المفصل ما حد اشتغل عليه للأسف، يعني أنا أقصد من الباحثين والمحققين. لما؟ لأنهم دائما ما يجعلون حركة الرسائل البريدية الثورية من الكوفيين هي العلة الأعظم والسبب الأكبر لخروج الحسين عليه السلام. بالتالي حتى احنا عندنا في الأدب الشعبي من نقرأ نقول أخون أهل العراق مكاتبينه، وكأن فقط الكتاب والرسائل من العراقيين، وبالتالي العراقيين ورطوا للحسين كما زعم بعضهم، وهذا موجود ابن كثير وغيره يتبنى، يقولوا ترى احنا ما ندخل، ويزيد هم ما ندخل كما يدعي ابن كثير، يقول لا، اللي غرر بأهل العراق مو جيد، اللي يتحمل مسؤولية قتله كما زعم ابن كثير العراقيين مو ولا يزيد ولا الشامين، لأن حكومة خرج عليه قتله لاحظني، ولذلك عبرونا فيما بعد بأنه شق عصا المسلمين وهالتفاصيلها. فأنا بعقيدتي حتى وإن لم تكن رسائل الكوفيين تصل للحسين ولم يرسل مسلم بن عقيل، الإمام متوجه عند مشروع ثورة عسكرية ضد آل أمية، دعموا الكوفيين بمقاتلة خير على خير، ما دعموا هو ذلك، هو خارج، خارج بمن معي من أهل بيتي وأهل الحق من شيعتي وأصحابي، دولة ثلاث طوائف ويا خرجة الإمام الحسين، فدعموا الكوفيين الشيعة دعموا، ما دعموا في ثور تبعد وذهبوا إلى كربلاء. جناب الشيخ، يعني لو جئنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي أنه يعني نترجم لمن مع سيد الشهداء سلام الله عليه وهم الآن في جواره في الصحن المقدس، نجد فيهم اليمني، نجد فيهم الأفريقي، ونجد فيهم من يعني أقاليم مختلفة، بالتالي هذا التوجه إلى مع سيد الشهداء سلام الله لم يكن صدفة، فبالتالي ربما وجودهم مع سيد الشهداء هو مصداق، لأن هنالك حركة رسائل ما بين تلك الأقاليم وتلك الأمصار وسيد الشهداء. أحسنتم أستاذ نصر، احنا تكلمنا فيما مضى، قلنا أن هنالك تقزيم لمشاركة الأقاليم مع الحسين، بل رفع المشاركة. يعني نتذكر أحصينا عدد الأنصار الذين ترجموا لهم أنصار، مكون الأنصار في المدينة، عدد الأنصار مع الحسين ما يتجاوزون 9، بينما التاريخ نسوا يرفعون بعض الأشعار، هذا من نزل وهو يرتجز يقول قد علمت كتيبة الأنصاري. كتيبة الأنصاري في كربلاء، كتيبة هم يعرفون بالاصطلاح العسكري، اليوم من يتكلم عن عدد قليل ما يعبر عنه بكتيبة، لعله قد يعبر عنه بسرية، لاحظ يقول كتيبة. ملف اليمن، أنا وجدت 2 فقط من اليمن استشهدوا مع الحسين، مع العلم شي قل ابن حنفية، ويقول أنت لما لا تذهب إلى اليمن لما؟ قال لأن لأبيك فيها شيعة، لاحظ. إذن رفعوا كل أسماء اليمانيين الذين انتصروا للحسين، بعد كتيبة الخراسانية يزيد يعترف بنص إن شاء الله نأتي به أن الخراسانيين كتيبة أهل المشرق كتبوا للحسين رسائل ونصروه، أين الخراسانيون في نصرة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أين بقية الحواضر؟ احنا عندنا هذا نصر ابن أبي نيزر حفيد النجاشي، هذا من الحبشة اليوم، من أثيوبيا. فرفعت كل هذه العناوين لنصرة الحسين، ومن أجل محصلة أن يتهموا الشيعة بخذلانهم للإمام، ومن ثم يقتل الإمام بسببه. بعد وصول الرسائل إلى سيد الشهداء،
ما هو كان موقفه من هذه الرسائل، من الأشخاص الذين أرسلوا هذه الرسائل؟ هل تواصل معهم برسائل قبل أن يتوجه إلى كربلاء؟ طبعا أستاذ نزار، موقف الإمام الحسين تدري، قلت لك أكثر من 60% وأكثر من عمر النهضة الحسينية بمكة، هذا ما أجى عن فراغ، هذا من باب الإعداد. تدري أنت حركة الرسائل البريدية اليوم مو إيميل بإمكان تجي بسرعة، لا تحتاج وقت. هذه المسافات البعيدة الإمام أجرى منظومة بريد من أجل إيصال الرسائل للأقاليم وأخذ الأجوبة والإعداد العسكري للثورة. أسأل البعض يقول شيخنا أنت والله يعني الصراحة صدعت روسنا بالإعداد العسكري، هو شي يحتاج الإعداد العسكري؟ يحتاج لفرس وسيف. ومن قال أن كل الناس قادرة على شراء الفرس؟ فرس إلى ثمن والسيف إلى ثمن، العدة العسكرية بعد، الدعم اللوجستي. إمام الحسين ما أخذ له قافلة طالع بيها من مكة المكرمة إلى كربلاء، لاحظ هذا تحتاج دعم لوجستي كبير كما تعلم، من الماء، من الطعام، من بقية القضايا، هذا كله في حسبان الإمام الحسين. فالإمام من يريد يقوم بثورة مو فوضى. إحنا ما نميل إلى الرأي العباسي إن الحسين نزل بكربلاء صحراء تفاجأ انقتل انتهت المسألة، لا، إمام الحسين ناس ذهبت أمامه، عدت للعدة وتفاصيل معينة، عدوا له وانتظروه، وعدنا ملف المنتظرين احنا ذات مرة، ولو هم هم رفعوا تماما وخلونا بس أنس بن الحارث الكاهلي اللي كان في صحراء كربلاء وينتظر الإمام الحسين، يقول سمعت النبي يقول إن ولد الحسين يقتل بكربلاء وأنا منتظره، ملف كامل منتظرين، ناس تنتظر الإمام الحسين قبل مجيئه، وعدوا له كل الإعدادات اللوجستية من أجل مجيئه. فالإمام الحسين مو تصور إنسان عادي، هذا ريحانة النبي وعنده ثورة هائلة، النبي قبل 50 سنة يعد ثورة الإمام الحسين. فأنا برأيي الإمام قرأ الرسائل جيدا وتواصل مع هؤلاء. أحسنتم جناب الشيخ، يعني موضوعة الرسائل مثل ما ذكرنا قبل قليل ربما البعض يتبناها بأنها هي السبب الرئيسي لخروج سيد الشهداء، ولولا هذه الرسائل لما خرج سيد الشهداء، قسم يتبنى هذا الطرح. أنا بودي أن أطرح الموضوع لكن من جانب آخر، أنا أقول لو افترضنا أن سيد الشهداء سلام الله عليه لم يخرج من مكة، لو بقي سيد الشهداء في مكة، ما الذي حصل أو من ممكن أن يحصل، المتوقع أن يحصل؟ أولا عزيزي، الإمام الحسين عليه السلام صرح بصريح العبارة عند حديث يقول لمن طلب منه البقاء في مكة وهو ابن الزبير، قال أبقى في مكة وحرم آمن وأنا أوفر لك حماية وعندي 5000 جندي، ماذا قال الإمام؟ قال صلوات الله وسلامه عليه، هذا في شرح الأخبار، سيستحل هذا الحرم من أجلي رجل من قريش، لا والله لا أكون ذلك الرجل، وليصنع الله بي ما هو صانع. لحظ، يصنع. نص آخر قال والله لأن أقتل بتل أعفر، تل أعفر بالموصل، لأن أقتل بتل أعفر أحب إلي من أن أقتل بداخل مكة بشبر. لما يقول أفرضني أنا أطلع التل أعفر أجاهد ولا أقتل في مكة؟ ما يريد الحسين أن تستحل حرمة البيت بسبب وجوده صلوات الله وسلامه عليه. فلو لم يخرج الإمام الحسين يخرج من مكة قتل، وعد ناس واضح نقله الإمام سلام الله عليه ونقله بعض الكتاب، قال لو لم أعجل، وفي قراءة لم أعجل الخروج لاعتقلت، أخذت. هو يعلم حتما أن بقاء في مكة خطر عليه وعلى مشروعه السياسي والعسكري، فاستعجل الإمام الخروج قبل الحج، أيام التروية، يوم التروية 8 من ذي الحجة خرج من مكة المكرمة. وبالتالي بغض النظر عن الرسائل التي وردت، فإن سيد الشهداء سلام الله عليه هو خارج من مكة طبعا، وبالتالي ما يقدر يبقى في مكة لأن مكة ما كانت حرما آمنا له سلام الله عليه. جناب الشيخ عقيل الحمداني باحث التاريخ الإسلامي، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله، كنا وإياك والبحث في هذه المرحلة التاريخية المهمة، ذكرتم قبل في بداية الحلقة أن هذه لربما من المراحل التي لم تسلط عليها الأضواء، إن شاء الله نستمر في نسعى إن شاء الله من خلال أبعاد تاريخية نسلط الأضواء على تفاصيل هذه المرحلة. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله إن شاء الله، نسأل الله بحرمة الإمام الحسين أن يوفقنا لكشف هذه الخفايا عن ثورته المباركة. أمين. شكرا جزيلا لكم جناب الشيخ. سادتي الكرام، الشكر موصول لكم لحسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قابلة من برنامج أبعاد تاريخية. إلى ذلك الحين،
هذه تحياتي أنا نزار السدخان وتحيات كادر العمل، في أمان الله.